الثانية الإخوان هالبيضة الثانية حطوها، ولكن للأسف جيت لقيتها مهرسة شتوها. هذا هو السر علاش ما كنلقاش البيض في الكوري، يعني كيبيضوا دابا الدكورة ولا شكون كيهرس البيض. ها هي مهرسة الإخوان للأسف، يعني بمعنى راه كيبيضوا الفيزون غير المشكل اللي كاين عندهم هو البيض راه كيتهرس حيت ما عزلهمش أنا كل ذكروا النتوة ديالو، ولكن غادي نصايب لهم بلاصتهم. المهم الحمد لله راه كيبيضوا البيضة هاهي. يلا تهرست غير دابا هاد الصباح هذا. واحد التيكورة الإخوان تيطلع الدم، بغيت نلصق هادوك العشاش في الكالو بسيط وبغيت نحيد هادو اللي في الأرض هنا. شوفوا واحد المنظر، اللهم بارك، شوفوا اللهم بارك، الله يسخر لينا. إذا ما غنقيسهاش باقي، الله يسخر لينا فيها، غنخلي لهم هادو هما للأسف. انا وجدت العشاشه الاخوان، عقمتهم، درت لهم البودره، درت لهم النجاره، ها هما درت لهم العلاقات نتاعهم باش نعلقهم. راه هما المولينات علقتهم لهم، شوفوا كيف بداو تيدخلوا لهم، شوفوا كيف بداو تيطلعوا عليهم. ها دخلوا وخرجوا، عاودوا دخلوا وخرجوا، ها هي كل كوبله كتدخل العش كتطلع عليه. الله يسخر لنا فيهم، اللهم بارك. والكويكرات حتى هما راه داخلين لهذاك العش الخضر التحتاني هكاك، علاش ما حيدتوش؟ وهذاك الصفر داخل لهذاك الصفر تا هو، داكشي علاش ما حيدتوش؟ وزدتهم جوج عشاش ها هما. هي سكور هذوك جوج عشاش الشياطين باش يختاروا اللي بغاو، بغاو الكبار راه هما، بغاو الصغار راه هما. المهم خليتهم لهم كاملهم. ودابا غادي نعلق الكالو بسيط، ودوك اللي مبيضين راه خليت لهم البيض ديالهم ما زيدوش. راه هما رقم 12 ورقم 13 راه فيهم البيض وفيهم النتاوي حاضنين، راه خليتهم وغنعلق الجداد حداهم، ودوك الكبار راه حيدتهم انا. اللهم بارك، الله يسخر لنا فيهم ان شاء الله. هادي راه خوات تنصبغها ونحول لها ماكس جوريا باش تما ندير الكوبلاج الجديده اللي قلت لكم المفاجاه. تحياتي، غنسق العشاش دابا على الاخرين باقي. الكايدو الشين درتو معاهم، اللهم بارك. أرى زوينة، مازال ما دخلت العش. الوليدات، اللهم بارك. المولينا، هاهما العشاش اللي حيد. هاهما الكناري الإخوان صايبتهم هنايا، اللهم بارك. هانتوما غادي يمشيو هاد السيفه كامله ويدورو ان شاء الله. شتي الديكور كيفاش، كوبلا 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 كوبلا، وغادي يمشيو طوال حتى اللفه ان شاء الله على العشاش. اللهم بارك على الفيزون. الارا هانتوما لي طاجير لي درت هنا، الماكلة قريبة ليا باش نعود نوكلهم دغيا. أنا اللهم بارك. هادوك غادي نديهم للفيشر. هانتوما الإخوان العشاش ركبتهم، هاهما الجوج لي فيهم البيض، وهاهما الجداد ركبتهم هنايا، وركبت واحد الجوج لي راهوما باش يكون عندهم السكر. اللهم بارك على المستنبات كيوجد لهم، اللهم بارك. انا الشوفه ماشي مشكل، جاوا الفوق يعني ما خسروش الشوفه، الشوفه باينه مزيانه وفي نفس الوقت مزيان لهم، قريب العصيه ان شاء الله. هادو دغيا غادي يعمروهم دابا، تشوفوا الاخوان، اللهم بارك. ها الكوبله اللي مبيضه شتوها، هاد الجويجه وراه واحده اخرى الكريره هي داخله حاضنه، وراجلها راه هو واقيلا اما الصفر اما داك اللاتينو اما داك الالبينو، اللهم بارك. هي نتوا عاديه ومزوجه مع البينو ولا لاتينو، واحد فيهم، ولكن لاتينو راه هو مزوج تما، اذا راه مزوجه مع البينو، اللهم بارك. الله يسخر لنا ان شاء الله بحول الله. دابا نضرب واحد السيقه ديال الصباح، عاوتاني نضرب واحد السيقه تكون فاعله تركه هنايا ان شاء الله. تحياتي الإخوان.
هادي خاوية ماكس جوليا زوينة كويكرات اللهم بارك في زومبي دولينا بيضة ولكن يهرسوها مصح قول لي راه يوميا تيبيضوا ولكن تيهرسوها اللهم بارك. شوف واحد القايد الشين فين خرج، خرج من وسط القفص، درته في وسط القفص هو يخرج منه، راه رقي وقين كيخرجوا من هذا القفص هذا منين شتي فين خرج، راه هو ولكن غنحتيهم انا الا ما كيضربوهمش غنخليهم خارجين معاه، غنحط لهم واحد المشريبه بعدا هادي يلا عمرت عليهم نديرها لهذاك، نديرها لهذاك هنا صغيور باش يلقى ما يشرب، وهادو خليهم هنا الا خرج الا خرجوا حتى هما شتي تيخرجهم هاد القفص. المهم راه هو واحد فين خرج، الا ما ضربوه ما والو خليه معاهم مزيان يعطي منظر زوين. الراسين البيضاء مسخت الوالدين. انا الاخوان غرفه الفيشر شحال هادي ما شفتوها، اللهم بارك ما شاء الله. العشيشات بداو تيعمروا، شفتوهم شفتوهم كلشي كيدخل العشيشات ديالو، كلشي كيقادو ديك الحلفه اللي حت لهم كلها دخلات العشاش اللهم بارك. وزدت لهم العشاش دابا اللي حيدت انا البارح من البيروش، ها هما او عجوج نتاو الكالوبسيت كبار، وراه هو واحد داخل العشيش حتى اللهم بارك. هذاك راه مقاد العش ديالو مبيض تما انتي وهذيك ما شاء الله. وهما العشيشات اللي زدتهم حداهم، وباقي غنعمر لهم داك لتحت وغنعمر هنايا كامل العشاش ان شاء الله، باش ان شاء الله يولي عندنا العدد الكبير من الفيشر اللهم بارك ما شاء الله. راه شو 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 تبارك الله اللهم بارك، الله يسخر لنا فيهم. كاع العشيشات بداو تيعمروهم اللهم بارك، ما نقيسهم ما نقرب لهم، الله يسخر لهم. خليهم يخرجوا الدفعه الاولى بلا ما نشوفها، تخرج الراسه كلها تبان لي هنا التكاثرات ان شاء الله بحول الله، حيت غنكثر العشاش هنا مزيان باش يخرجوا دفعات ويبداو يتكاثروا يتكاثروا يتكاثروا، تيولي هنا كله عامر فيشرات ان شاء الله. تحياتي. راه باقي المحل ديالي راه هو نتاع الاعراس، باقي ما دخلت نقادو حتى نسالي اللي عاد غادي ندخل نقادو ان شاء الله. ها هو فيفي فيفي هذيك الحجله والله الا كتضل كتسركل على برا كتخرج الدور فوق السطوحه حتى تعيا وكتعاود ترجع عندي، عاجبها القنت ما باش تمشي اللهم بارك. بلاصه الفيزون راه خويتها شفتوها، اجي تشوفوا الاخوان باش نخدم هذا، بقى فيها واحد ها هو حيت هذا قتال، باش نشوفوا فين هو. عاد فين هو؟ فينك؟ فين اي الصباح شتو هنايا اي الصباح عمرت لي الماء هو داخل القفص. هذا قتال هذا، الا تلقتو مع الفيزونات غيقتلوهم، تيمشي ليهم كاملين تيبي يقتلوهم. ها هو خليته هنايا بحال الحمق، ولكن دابا نصايب ليها الاخوان بلاصتو غادي ندير ليه نتيوات، ما غاديش نخليها هكا بطبيعة الحال، غير حيت الا تلقتو مع دوك الفيزون عندي غادي يقتلهم ليا. هنا الكوري كالعادة خويتو، علاش؟ لان ان شاء الله غادي تصايب غيولي في مستويات عالية، غادي تقبص هنايا كامل وغادي تقاد داكشي غيولي شي حاجة في المستوى العالي، وقدر ديك الساعة نفكر نقسمو على جوج ندير غرفة تما وندير غرفة هنا. المهم دروكا هو خاوي تنشوف اشنو غادي ندير ليه ان شاء الله. وهذا غادي نصايب ليه شي بليصه ونطلق معاه نتوا ونخليه باش ما يبقاش مسكين بوحدو هنا هو داخل القفص بحال الحمق. تحياتي الاخوان، ما نساوش غرفه الدياموند الاخوان شحال هادي ما شتناها. شوفوا الباب باغوت كي تيبانو من هنا، انا اللهم بارك كناري، انا اللهم بارك الاخوان. شوف واحد التيكو درت هنا ديال عشيشات الكناري، غنصيبهم اليوم هاكا في القنيطات باش الا بغاو يعشو يعشو حتى في الشجره. انا اللهم بارك، الجو راه معتدل زوين، دا ضربه الشمس وكلشي يعني سخون الحال. وتا القنادي علاش تلقاها؟ هي كتعقم لهم البيت باش ما تكونش فيه ديك الريحه، ماشي على حساب باش تقاد لهم الحراره، لان حال لهم الشرجم الحراره مناسبه لهم، واغلبيتهم راهم خارجين على برا. اسد لهم الشرجم ومخلي شرجم باش يبقى اختيارهم. غادي يوسخوها ولكن دابا نمسحها. اللهم بارك الاخوان ما شاء الله.
حاسين بالمتعة والراحة النفسية عندهم دابا، كيتخيلوا راسهم في وسط الطبيعة. شوف الكناري كي تيغرد، اللهم بارك. شوفوا واحد الجامون داخل العش، شفتوها الاخوان كي تطلع علينا، اللهم بارك. شفتوها كي دخلت العش، اللهم بارك. ما شاء الله، والله الا المتعه فاش كتبقى تشوف هذا الشيء، كتحس بالراحه النفسيه. اللهم بارك. شو الموانينات كيتصادفوا بلاصه واحده هكا تينعسوا بالليل هما، هما كيطعموا واحد الكوبله. اللهم بارك. هاهي باقا الجامونده في العش ديالها، هاهي كتطلع عليا واش غنجي ولا ما غنجيش. حتى الاخرين راه كيدخلوا العش، شوفوهم شتوهم راه بداو تيعمروا العش. اللهم بارك. ها هما الكوبلات بداو تيطعموا، شوفوا هادشي راه باقي ما بديت معاهم الفيتامينات الاخوان. هاد العشيشات راه عمروهم المونويات، شتوهم مظلم هنايا، شتو هاد العشيشات كيعمروهم المونويات. دخلوا فيهم هاديك راه هي حاطه لهم في الارض، شتوها تيهزوها و تيدخلوها العشاش هنايا كيصيبوه. ما شاء الله. الاخرين تا ياكلو الزوال الحمر، عزيز عليهم. المسرح الخارجي، اللهم بارك. خارجين الاخرين تيتشمشو، ما شاء الله. اللهم بارك. اجي نشوفو من الجهه الاخرى، حيت دابا ضاربه الشمس هنا، تيبان لكم اغلبيه الحوايج مظلمين، خصني تندور الدوره. ها هما المونويات بداو تيعمروا العشيشات، ما شاء الله كاين شي بيض مازال. ها هو بعدا الريش بدا كيدخل، راه بداو تيعمروا يعني غادي يحطوا البيض ان شاء الله. راه هي الجامون ضاعتين ولا ليكم، ها هي شفتوها فين داخله العشيش. اللهم بارك. ستاك زوين فيهم الاخرين، اللهم بارك. هاد السيتيفه الزوينه ما شاء الله، منساج الموانو مع الكناري مع الدياموند منساجمين والله، ما كاين لا صراعات لا ضريب لا والو، تيوقفوا في العصيه حدا بعضياتهم، ما كاينش اللي كيقيس شي حد. ما شاء الله، واحد الدياموند دواي الله خرج من العش، شتاه. اللهم بارك. اجي نشوفوه من برا الاخوان، ها هما العشيشات اللي غنصايب. أنا اللهم بارك. العش الخارجي، الخضورة هنا، الخضورة اللهم بارك. أنا الإخوة اللهم بارك. غادي نزيل لهم الشجرة الخارجية حتى هي، غادي نصيبها لهم. هانا اللهم بارك الاخوان. هانا الشجيره منين تزبرات ولات ناضيه، اللهم بارك. يلا الاخوان تحياتي، تسناو الجديد ان شاء الله في الحلقات المقبله. الله يعاونكم.